رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، نروح مع احمد يماني. ودفاع نادي الزمالك افضل ولا دفاع الاهلي؟ لا، دفاع الاهلي طبعا. دفاع الزمالك عنده مشكله هنتكلم عليها دلوقتي. فيريرا بيلعب 4 دلوقتي، بيلعب 4 3 3 4 3 3. الجناحين اللي قدام لو نرجع لايام كيروش كده شويه، لازم الجناح اليمين والجناح الشمال يرجع لورا. تعال نتفرج مع بعض على جون بيراميدز وهم منقوصين لاعب، كان الشكل الزمالك كان عامل ازاي. نبدا كده نشوف مع بعض. هي الكره اصلا كانت مع بيراميدز وبعد كده اتقطعت من الزمالك، خد الزمالك الكوره واتلعبت قدام. تمام، هنوقف بس هنا على اتنين لعيبه نبص عليهم، ده زيزو وده يوسف اسامه. المفروض الاثنين دول كل واحد فيهم اما يجي يرجع كده ويرجع كده. تعال بقى نكمل الهجمه ونشوف ايه اللي حصل. هجمه كملت، بدا زيزو واقف تحت وخرج بره، ويوسف اسامه بدا يظهر. رمضان طبعا بيعمل دبل هو واحمد فتحي جنب بعض. ايوه هتلاقي هنا احمد فتحي اهو، يوسف بره الكادر بقى وفتحي رايح وفتحي اهو، وادي يوسف اللي عليه اكس حمراء بره الكادر. طبعا مش هتلاقي هنا خالص زيزو اصلا خالص هنا. ليه؟ لان كريم حافظ مش موجود. طيب نكمل الكوره، اتلعبت كورنا حتى يمين، بدا يظهر كريم حافظ. هنوقف هنا، بص كابتن زيزو فين، زيزو بص المسافه، كل دي مش موجود. وادي فتحي وبرده يوسف اسامه مش موجود. نكمل الكوره، اتلعبت الكوره من الباك الشمال راحت الباك اليمين، كل ده يوسف اسامه لسه يا دوب بدا يرجع اهو، واتلعبت الكوره بالعرض. بس هنوقف هنا، زيزو واقف فين؟ المفروض زيزو هنا مكانه هنا. فالزمالك عنده مشكله دايما موجوده في الجناح. الحالات اللي جايه هنجريها في الارتداد، يعني في الارتداد هنجري بقى من غير ما دي بقى الحالات اللي جايه. سنتر باك الاثنين اللي موجودين اللي هم دايما في الحته الفاضيه اللي هنوقف عندها دي، في الحته دي كده دايما هنلاقي ما بين الاثنين دول دايما مساحه كبيره اللي هيطلع عليها اللاعب بيلعب بالهيد، مش هتعمل عليها مش هتعمل في الملعب ده. والكره جت في القائم، اتكررت نفس الحاله في نفس المباراه، برضو عرضيه، برضو المهاجم في وسط منطقه الجزاء وسط الثلاثه طلع لوحده خد الكره بالهيد. نفس الكلام في ماتش الاسماعيلي. في الحاله اللي بعدها هنلاقي برضو نشوف ان ازاي مهاجم الخصم اللي بيلعب الزمالك دايما بيستلم جوه المنطقه، هو في وسط الثلاثه هو اللي بيلمس الكره برضو. الكرار برضو نفس الكلام، هتتقطع من الزمالك مع انها هجمه تعتبر هجمه مرتده، برضو نفس الكلام. هنشوف ياو انور اللي معاه الكره دلوقتي ده ازاي هيسحب نفسه ويخش العمق. ده برضو بنوري مثال ان ازاي الزمالك الاثنين سنتر باك او خلاص خرج بره الكادر، الكره هتبدا تمشي، هيبدا اللعيب اللي بيتمشى هناك فوق ده، بص هيعمل ايه، هو اللي هيفنش الهجمه. ده هيجري كده في النص زي ما احنا مكان السهم كده، هيبدا الكره، بص يا كابتن هيبدا يجري ازاي. خلاص كده بدا اهو، سحب نفسه قطع في وسط الاثنين واستلم وشاطه، كان ممكن يسجل في مرمى الزمالك. وبالتالي الحالات دي بتورينا ان الزمالك عنده مشكله في قلبين الدفاع، وطبعا ارتداد زيزو ويوسف اسامه. مشكله الاهلي الدفاعيه برضو قائمه وبقوه، لان غياب الاسماء الاساسيه في دفاع الاهلي والديفندر وغياب حمدي فتحي وعمرو السوليه هي مشكله دفاعيه. انا مختلف شويه مع يماني في حته ان دفاع الزمالك مشاكله اكتر، الاهلي كمان هيبقى عنده نفس المشاكل الدفاعيه. الحقيقه من اكتر القمم اللي الاثنين يخشوها بمشاكل كتيره، فالنقطه بقى مين يستغلها. انا شايف ان دايما وابدا القمه بلا توقعات، كل ده توقعات فنيه، ولكن مباراه القمه الحكم صفر، ما تعرفش الدنيا فين، ما تعرفش انت في انتظار ايه. الاثنين فرقتين كبار ويرجعوا في اي لحظه. بشكرك انا نجيب، اشكر حضرتك كابتن، اشكرك يا مان، شكرا يا كابتن، شكرا ليك. خلصنا حلقتنا النهارده، بشكركم شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده على الف خير.